السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى فيديو جديد. الفيديو هذا صورة تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب خالد شائع فارق صعيد الطيار آخر وصيته قبل أن يشنغ نفسه: الأبواب تسكرت علي من جميع الاتجاهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولاده عنده بالسعودية، ضاقت عليها الأحوال، وكان آخر شيء يعني شنغ نفسه. ترك أولاده الصغار محرومين من الأب وحنان الأب، ولكن قضاء وقدر. الأخ من تعز، أخي المغترب، وخاصة من لديه أسرته بالغربة، إذا كانت أمورك لن تقدر على إجازتك وتجديد إقامتك، ليش تجيب لنفسك الهم والمشاكل والضغوطات؟ روح عيالك اليمن وستخرج مهمة من فوق رأسك. بعضهم يشل الحمل فوق رأسه بسبب عنده أولاده وصعب العيش بدونهم، هي فترة 6 أشهر ويصبح عندك الأمر عادي. نصيحة لكل مغترب: إذا كانت أمورك طيبة باليمن، عملت لك بيت عيش حياتك مع أولادك، وإذا كانت أمورك ملخبطة وبدون بيت وعيالك معك، أنصحك هي فرصة واغتنمها. روح أولادك وستكون عليك الأمور مسهلة، ولا تجيب لك هم فوق الذي أنت فيها. أخي المغترب، اصبر إن الله مع الصابرين، أياك أن تفكر بهذا الشيء، وكان الله في عون كل مغترب. مكافح وكافح لأجل لقمة العيش والحياة الكريمة. بهذه المقولة يعني كتبها خالد شائع أن هذا الشخص الذي يعني فعل عملته هذه وترك أولاده حيارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نشاهد هنا له صفحة على الفيسبوك، شخص عايدي هنا، ولكن قضاء وقدر، ولا نقدر نقول إلا إن لله وإنا إليه راجعون.